لا عموما ببغى ابدا من ما انتهيته له، انه ما حد يقدر حقيقه انه يعني ينسب الانجاز لاداره اخرى غير اداره فهد بن نافل. التاريخ يعني سينصف هذه الاداره، سينصف هذا الرجل، التاريخ لن يذكر عرفتها انه الا انه الهلال حقق البطوله الاسيويه ووصل العالميه تحت قياده فهد بن نافل. سيذكر التاريخ ايضا انه فهد بن نافل، عرفت هذه معلومه يعني ما راح تغيرها حتى مر السنين، انه هو مرشح الامير الوليد بن طلال وهو الداعم الاكبر له. هذه امور التاريخ سيحفظها للجميع، يعني ما في خوف منها مهما حاول البعض يعني انه ينسب الانجاز الى اخرين او إلى مجموعات أخرى أو شخصيات أخرى. أنا ما أبغى أتكلم عن هذا الموضوع، ولا أبغى أتكلم عن مباراة اليوم ولو عن الفوز حقيقة. يعني الفوز بالتأكيد شيء مهم أنك توصل للأربعة الكبار، بس دائما مو بالفريق الأفضل اللي يكسب يعني دائما. أنا اللي معجبني اليوم أنه فعلا قدمنا فريق نفخر فيه، يعني مفخرة سعودية. أنت لك أن تتخيل أنتم قاعد تشوف الهلال 90 دقيقة يعني حقيقة، والترجي بطل افريقيا بطل القاره باكملها مو قادر، عرفت يعني، يعمل شيء امام الهلال. الهلال مسيطر 90 دقيقه، مستحوذ، كل هالفن الجميل، كل هاللاعبين حقيقه العظام، المستوى الفني الكبير داخل الملعب. ترى اليوم ما مو الهلاليين بس اللي كانوا يشوفون المباراه، ولو السعوديين اليوم العالم كله قاعد يشوف المباراه، العرب كلهم قاعدين يشوفون المباراه. تاكد تماما انه الجميع يعني بيكون عندهم شعور بهالفريق العظيم اللي خلينا فعلا احنا نفخر في الهلال اللي قدمه للعالم كله، اللي قدمه للعرب. الهلال الان بطل آسيا مسيدها، مو بس يعني الفوز يجي، حتى الفريق الاقل فنيا ممكن يفوز، لكن الهلال قاعد يقرن الحقيقه الفوز باداء عالي جدا جدا جدا، هو اللي خلينا فعلا نفخر بهالفريق ونفاخر فيه قدام كل العالم حقيقة. فريق مرعب اليوم الهلال، يعني استحق النتيجة بكل جدارة، ذهبت حتى النتيجة للفريق الأفضل داخل الملعب. أمامهم مباراة كبيرة أمام فلامينغو، أنا يعجبني يمكن حتى أحاديث اللاعبين بعد المباراة، ما في مثلا نزعة الخوف أنك تلعب أمام فرق كبيرة. شخصية اللاعبين الهلاليين اليوم قادرة أنها تلعب أمام أي فريق في العالم بكل ثقة، ممكن تخسر من أي فريق حتى على فكرة، يعني مو شرط من الفرق العالمية الكبار، ممكن تخسر فريق أقل منك، لكن شخصية الفريق عدم يعني أنا أقول لك الارتباك الخوف، ممكن الفريق هذا والنجوم ذول يلعبون قدام أي فريق في العالم حقيقة وبدون أي خوف بدون أي ارتباك، راح يقارعونه داخل الملعب حقيقة ويقدمون مستوى فني جيد، يقدمون كل ما لديهم. الهلال متى ما قدم كل ما لديه مثل ما احنا قاعدين نشوف حقيقة فارق شاسع يعني في الكرة الآسيوية والكرة حتى الأفريقية والعربية. ما في فريق حقيقة الآن على مستوى آسيا يشبه الهلال، ولا حتى في القارة يعني السمراء على الأقل، ولا لدى العرب كلهم الآن فريق يشبه الهلال حقيقة. وهذا الشيء اللي لازم نفخر فيه، أنه قدمنا يعني فريق سيحترمه الجميع سيفخروا فيه. أنا متأكد أنه حتى اليوم واللي قاعدين يشاهدون الهلال أنه الهلال يكتسب شعبية الآن كبرى يعني حتى داخل الوطن العربي. أنا لما أشوف وأنا حتى سعودي لو اليوم الترجي مقدم المستوى اللي قدمه الهلال، أعتقد لابد إني معجب، لابد إني أكون معجب بهذا الفريق وأتابعه على المدى حتى الطويل. اليوم الهلال قدم كل شيء حقيقة. وفي نقطة يمكن وفي نقطة قلتها في نقطة قلتها أنت وقالها الماجد وينتشر. المشكلة مين في أوراوا، ولا هي المشكلة في الترجي التونسي، المشكلة هي الهلال. الهلال فارق فني كبير عن كل أندية القارة، قلت لك الآسيوية والأفريقية. صحيح.